قبل أن أدخل في الصلاة لابد أن أأتي بشروط الصلاة. Alors ni dire pas on a de sola aussi dit mais mira ni tout dans les conditions et les pétages et takina on a de sola mira fait que ça. الشرط الاول الاسلام. Ni pétage pour on a pas de sola dit mais mira l'islam ne la traite pas de sola. لا تصح صلاه الكافر. Ni kafir dit mais ni sola pour le kafir. صلاه المشرك. Ni pas de sola dit mais. من يسب الرب. يرو مأمور أن تبوك الله. من يسب النبي صلى الله عليه وسلم. يرو مأمور أن تبوك الله صلى الله عليه وسلم تبيت سؤال. من يستهزئ بالدين الإسلامي. يرو زي ما نو سانج سانج بدون الإسلام. السحر. يرو ما نو سانج سانج. الذي يطوف حول القبور. يرو ما نو كرز الطواف يدبوت كم يفعل. إذا لابد أصلي وأنا لا أصرف شيئا من العبادة لغير الله. يعني جام جيزت ديا ألو كان تنتظر سؤال دم إذا فانك فويل. زاهد يسنا نوفم وكافة أقصد من طن الله سبحانه وتعالى زي كنا زاهد كفن بول. الشرط الثاني العقل فلا يصح صلاة المجنون. زنو زين بعد من تبيت فارو زي زنبي فنا تدل عن الصلاة لين يري فنا من السيد مسيرو يريو مجنون زن يولا دار زن يتسرس من الصلاة هو ما هيش من الصلاة. هل تصح صلاة الصغير؟ مو بين باراني اجندو اكيد ذكير زن ميت صلاه ذكير. نعم اذا كان يميز يفرق بين الاشياء تقول له قم يقوم اجلس يجلس يعرف هذا ماء وهذا نار. نعم ميت بيجيز باراني دي صلاه ذكير روتك كما نو بيسي اخا كما نا فكان زب ميت سنتيمت لفهم دينا زنو هي طاق دي مناركي زوت شتوت شي مناوش لا فايدل رانو نارنتي فاتو نارنتي فميت زن صلاه. ولابد أن نحافظ على أولاد الصغار نحضرهم إلى المساجد ونحافظ عليهم أن لا يلعبوا في المسجد لكن ندخلهم للمسجد ولا بد. مسجد رأي سكماس من برا من وجهة سكير روا لكن من سمعت المسجد عند سك المسجد سمعت عند سك المسجد روا كأرأي سكماس روا من لي في هيك زميتو أنا بتعب أنا وين يدير نور من الصلاة مسجد. تعود الصغار على حضور المسجد والتأدب بآداب المسجد. زميل ميل زار سكير وجهة سكير روا نبرا من أمني فنتين من الصلاة أو من مسجد أري نفنا جانا زاني مسجد زين. الرابع من شروط الصلاة النية. أري يفعيل فجمني كونديشن الصلاة يعني في كسان في كسان. والنية محلها القلب. كيزان في كسان زان دي أنا في الفوف. ولا يصح أن يقول مثلا. كاتش أزوتاو ميتين هو هذا. اللهم. توفو. إني نويت. زاو دي الكاسة. أن أصلي. إني حمل الصلاة. في هذا اليوم. أمني على رندي. يوم السبت. عن سبت. الحادي عشر من يناير. فاركم بفول الزاوية. عام 2020 تونا أو طول سوري مصليا إذا صلاة زندية طوبو في دولة مدغشقر عطوني في رنينة مدغشقر في مدينة إيطوني تنانني ورندوفا ورندافا نعم مصليا صلاة طوبو زاني صلاة العصر دي صلاة عصر أربع ركعات ركعات بس بتوقيت الرابعة وخمس دقائق أم نورا فايف وسمني فتسي أسيقى كتري رسيكي هذا بدعة. زنوي رأي برينك بلانيا بلانيا. هنا برد إذا تفرونا. النية محلها القلب. نشي كسانة دي أنا تنفو. لابد عند الصلاة من الوضوء أو الاغتسال. زنوي نفلو كنا الصلاة كنا برنا. يتم تسميه لما نحن نقوبو ونور نا ني غسل نفي جو كنا مسمى. إذا صلى بغير وضوء الصلاة باطل. روتك وريتنا أن الصلاة نسكبود يسفرين صلاة. ولا بد من إزالة النجاسة عن ثلاثة أشياء. أروكوش نشمير يسوب نقول كراس اللوت أمي زبطتين. عن البدن. عن اللوت من فاتنو. وعن الثوب. لوت زميت ميش أمي لعبنو. وعن المكان الذي يصلي فيه. لوت ميت ميش أمي بيرن زيرو بالصلاة. ولا بد من استقبال قبلة استقبال الكعبة استقبال مكة. زنويت مسميه ميتودك من القبلة ميتودك مكان من الكعبة ميتودك مكان مكة. نعم ولابد من ستر العورة أخذ كامل الزينة في الصلاة. زنويت مسميه متعقنا جزءاً بهينة شنو هذه نهاية زفران ساعة عندي شنو ما نفكر في الصلاة. عندنا أكبر مشكلة من يصلي في البنطال بنطلون. سكنا بعدين تمانا نحولهم بيه من الغنامنا زي من الصلاة من البنطلون. إذا ركع أو سجد إذا انكشفت العورة من الخلف الصلاة باطلة. أوش كنت سقطان نزار 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 نحن نفكر إننا ما نروحه نحن نسجد ومشي بوكيل فسناتهم نحن بسناتهم يفا
قبل أن تدخل في الصلاة تأكد أنك إذا سجدت وركعت لا تنكشف العورة. أو تجعل ثوبا خاصا للصلاة. ودخول الوقت لا يصح أن تصلي قبل الوقت. ويحرم إخراج الصلاة عن وقتها. لكن نام عن الصلاة. يعني وضع المنبه وقال مثلا لزوجتي أيقظيني للصلاة ونام. هذا يقضي الصلاة عندما يستيقظ. النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث إلى أن توفاه الله منذ أن فرضت عليه الصلوات إلى أن توفاه الله لم يترك صلاة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم أن نوبك نلوك الله سبحانه وتعالى للصلاة وبيقطار يقول لسلي الصلاة نبي صلى الله عليه وسلم نبي أن يروى نبناسي جسد إسماعيل.